السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال اختيارنا للتركيبة السمادية أو لنوع السماد اللي احنا هنسمد فيه الورد الجوري، هنقدر نوجه النمو في الورد الجوري، سواء كنا حابين نوجه النمو لنمو خضري أو نمو زهري أو نمو خضري ونمو زهري مع بعض. هنشوف الطريقة بشكل عملي. في البداية وقبل ما نشوف ايه الأسمدة المناسبة لكل هدف، نغير السيس النبات ونشوف ازاي نغير السيس الورد الجوري بالطريقة الصحيحة وازاي هنسمد الورد الجوري. وده لو كانت الشتلة محتاجة لتغيير السيس، لو كانت الشتلة مش محتاجة لتغيير السيس فبالتالي مش هغيرنا السيس. زي ما حضراتكم شايفين السيس صغير او كيس بلاستيك، فبالتالي هغير السيس النبات. اشيك على النبتة واشوف الاوراق اللي عندي نظيفة فيها مشاكل، الافرع اللي عندي في فروع ميتة، في اوراق مصابة، في عندي اصابات، في عندي فروع ميتة، في عندي اي مشكلة في النموات اللي موجودة هقصها وهنضفها وهرتب النبتة عندي قبل ما اغير السيس. الخطوة الثانية هو ان انا لو قصيت فروع في نفس الشكل اللي شفناه فبالتالي من المفروض ان انا استخدم مبيد فطري، ولو ما توفرش عندي مبيد فطري فبالتالي هستخدم صبار او سائل صبار الاولوفيرا بديل للمبيد الفطري، وهمسح في مكان الجروح، مكان ما قصيت الفروع همسح في صبار الاولوفيرا، وخاصة ما دمنا في فصل الصيف، لان مكان القص في فصل الصيف طبيعي جدا انه يتحول لمرض فطري وتبدأ الشتلات تموت. فهنا انا هفصل الصيف عن الشتاء وهستخدم مبيد فطري او هستخدم الاولوفيرا بديل عن المبيد الفطري، بنفس الشكل همسح مكان ما قصيت بسائل صبار الاولوفيرا. كده انتهينا من عملية التنظيف وعملية القص. ولو عندي أزهار قديمة هقصها ورتبت النبتة واستخدمت الأولوفيرا بديل للمبيد الفطري. الخطوة الثالثة وهي الخطوة المهمة ألا وهي تغيير القصيص أو زراعة الشتلة بالطريقة الصحيحة. في كتير منا بيزرع وبيزرع بالطريقة الخطأ وما بيحصلش على نتيجة بعد كده وما بتنموش الشتلة بشكل جيد، وهنا بتبدأ المشكلة. هختار القصيص المناسب، والقصيص المناسب هنا هو اللي يكون مناسب في الحجم مقارنة بحجم النبتة اللي انا ازرعها، وفي نفس الوقت القصيص ده يكون فيه فتحات تصريف، وهستخدم تربة زراعية، تربة تكون خفيفة، التربة اللي انا معتمدها ايا كان سيادتك تزرع في البتمس او تزرع في سماد المشتل او تزرع في خليط ما بين البتمس والرمل. هنعبي القصيص تربة زراعية، فيها نفتح فتحة في منتصف القصيص تناسب حجم المجموع الجذري. بعد كده هطلع الشتلة من الكيس او من القصيص اللي هي مزروعة فيه، وهنا هفحص البذور. دي فرصة ان انا افحص البذور عندي واتأكد بنفسي ان لون البذور ابيض، وزي ما ذكرنا في اكثر من فيديو لون الجذور الابيض دليل على انتظام عملية الري، ودليل على ان التربة عندي بتصرف المي بشكل جيد ويوضح الري والتربة عندي جيد. المجموع الجذري لونه ابيض فكده النبتة عندي بصحة جيدة. لو كان لون البذور بني او اسود فبالتالي انا عندي مشكله في عمليه الري، زياده الري او عدم انتظام الري او عدم تصريف ماء الري الزايد. كده بعد ما فحصت البذور هزرع النبته عندي، هثبت الشتله في منتصف القصيص واقفل عليها بالتربه. وقبل ما اكمل القصيص تربه زراعيه هبدا في اضافه السماد، وهنا احنا هنبدا في تحديد اتجاه النمو. لو سيادتك عاوز النمو خضري تختار التركيبة المناسبة، لو سيادتك حابب نمو زهري تختار التركيبة المناسبة، لو سيادتك حابب توازن فبالتالي تختار التركيبة المناسبة. لو حابب يكون في توازن في النمو الخضري مع النمو الزهري فبالتالي هنختار تركيبة الـ NPK اللي هي 20-20-20 اللي هي فيها فوسفور وبوتاسيوم ونيتروجين، في توازن في التركيبة فبالتالي هتعطي لي النمو متوازن بين النمو الخضري والنمو الزهري. لو حضرتك محتاج نمو خضري كثيف، ان الشتله يكون نموها الخضري كثيف وتنمو وتكون حجم الشتله كبيره، فبالتالي سيادتك هتروح على التركيبه اللي فيها نيتروجين عالي زي ال 28-14-14 وزي ال 40-10-10 وزي اليوريا. ولكن في نقطه لازم نكون عارفينها، زياده النيتروجين مع شده الحراره هيؤدي الى نتائج سلبيه، فبالتالي هناخد ال 28 لو عايزين نيتروجين عالي، وهنستبعد ال 40-10-10 وال 46 في فصل الصيف، وممكن نرجع لهم تاني في فصل الشتاء. ولو حضرتك محتاج تزيير كثيف فبالتالي هتروح على التركيبات اللي فيها نسبة فوسفور عالية زي ال 12-61-0 وزي ال 18-44-0 وزي ال 0-52-34. الرقم اللي في النص يكون عالي فبالتالي هنا فوسفور عالي، فهنا يكون النمو الزهري أعلى من النمو الخضري. بالنسبة لي أنا هضيف فوسفور عالي، هضيف معلقة صغيرة بنفس الطريقة، وهكمل القصيص تربة زراعية وهروي ريق، وهنرجع لحضراتكم بعد الفاصل نشوف النتيجة.
هنا كانت النتيجه، لكن للاسف انا سافرت مصر بعد ما سمدت النبته وبعد ما زرعنا البوري، سافرت مصر فتاخرت شويه عن النبت. لكن بعد ما رجعت لو لاحظنا هنلاقي هنا كان في ورد، ولكن طبعا ما قصش او ما اشتغلش في الموعد بتاعه، ولكن ما شاء الله في تسلسل في عمليه التزهير. طيب يبقى احنا كده نجحنا في الخطوه الاولى، والخطوه الثانيه هو ان احنا نشيل الازهار القديمه بنفس الشكل ونرتب النبته عشان تستمر معانا في التزهير، ويكون عندي استمرار في تزهير وفي نمو جديده. وهرجع مره تانية ارش النبات وارتب الاوراق القديمه والاوراق اللي قصرت في العطش فتره السفر او فتره عدم وجودي مع النبات. كل الازهار القديمه دي هتشتغل نفس الطريقه، وبرضه في نفس الوقت الزهر اللي بدا يجي كل ده يشتغل. عندي ما شاء الله هنا 11 زهرة عمرهم انتهى، 11 زهرة قدام، وعندي 4 زهرات او 5 زهرات جداد، يعني بنتكلم في 16 او 17 زهرة على الشكل. طبعا انا هنا ممكن ارش مي بصابون عشان انضف النبات واتاكد من نظافة النبتة، فممكن ارش مي بصابون او ارش مية بدون صابون او ارش اي مبيد من المبيدات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها، لكن في النهاية من الضروري ان انا ارش النبتة لان النبتة اتعرضت لعملية اهمال. هنا اصبح عندي تسلسل في عمليه التزهير واصبح عندي نموات جديده. خلونا نقرب الكاميرا ونشوف الزهر الجديد والنموات الجديده ونشوف الخطوه الثالثه هتكون ايه. ده الزهر السابق، هنا النموات الحديثه اللي بدات تنمو عندي بشكل جديد، هنا نموات جديده بدات تنمو بشكل جديد، هنا نموات جديده، هنا نموات جديده، وهنا زهراء جديده. فهنا التسلسل في عمليه التزهير. في الوقت الحالي هشيل الزهر اللي موجود عشان اخفف على الشتل عندي بشكل جيد نفس الطريقه. هنا دي الخطوه الثالثه، اقص كل الزهر. بعد كده الاوراق القديمه بنفس الشكل، لو انا حابب ان انا اشيل اخفف المجموع الخضري اشيل جزء من الاوراق القديمه بنفس الطريقه. كل الاوراق اللي مشوهه الشكل النبته بشكل نفس الشكل هشيلها. الخطوه اللي بعد كده هو ان انا ارجع مره تاني اكرر عمليه التسميد، لكن زي ما اتفقنا في كل الفيديوهات قبل عمليه التسميد من الضروري ان احنا نقلب سطح تربه القصيص. هقلب سطح التربه، وتقليب سطح التربه عملية أساسية سواء احنا كنا هنسمد أو مش هنسمد، ولكن طبعا بنفضل إن احنا نقلب باستمرار سطح التربة قبل عملية التسميد. دي طبعا عملية بتوازي عملية العزيق في المشاريع الزراعية. طبعا لو لاحظنا نتيجة الاستمرار أو نتيجة تكرار تقليب سطح التربة بتكون عندنا التربة هشة بنفس الشكل. حتى لو التربة عند حضرتك مش كويسة أو مش هشة بنفس الطريقة، مع التكرار عملية التقليب ومع انتظام عملية الري والري بعناية وبانتظام بتتحول التربة عند حضرتك لهذه الطريقة. بعد ما قلبت سطح التربة أجيب السماد وهسمد. لو كان عندي القصيص صغير فطبعا معلقة سماد ام بي كي واحدة بتكفي، لو كان عندي القصيص كبير بنفس الشكل فهضيف معلقتين بنفس الطريقة. هرجع مرة تانية أقلب السماد بنفس الطريقة. التربة عندي هنا رطبة فبالتالي مش معاد الري، هنا انا مش هروي، انتظر لحين هيجي معاد الري بعد كده اروي. لو معاد الري طبعا سيادتك هتقول مفيش فيها مشكلة، لكن انا بالنسبة لي مش معاد ري فبالتالي هنتظر. بعد ما قررنا التسميدة، بعد ما قصينا الفوج الاول والفوج الثاني من التزهير، الزهر عندي في تسلسل، يعني النمو الجديد والزهر جديد بنفس الشكل. كل الغصون فيها نموات جديدة وفيها تزهير جديد، كل دي أزهار جديدة، كل دي أزهار جديدة، كل دي نموات جديدة وتزهير جديد. هنستمر بنفس الطريقة على تسميد الشتلة. ولو حضرتك شايف انك استفدت من محتوى الفيديو ما تنساش محمد يدي دعوة طيبة، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك. أتمنى من الله أن يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة، أتمنى أن الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة للتبليغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.